السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدائما وأبدا ترطب ألسنتنا بذكر الله، وتطمئن قلوبنا بذكر الله، وترتفع درجاتنا بذكر الله، وتقوى أبداننا بذكر الله، تحط الخطايا بذكر الله، وتنور الصحائف بذكر الله، وتنخنس الشياطين بذكر الله، وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه، وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظهم من كل مكروه وسوء، وكذلك موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل الصلاة في الروضة لها فضل؟ لا أحفظ أي حديث في فضل الصلاة في روضة المسجد النبوي، والذي ورد فحسب: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حكم توجيه القدمين للقبلة حال القيام. توجيه القدمين للقبلة، كل الجسم يتوجه القبلة. ما العورة؟ لا، ما هي العورة؟ عفوا، أجبنا يا صحفي أحمد أبو عبد الله بأن ديننا لا يقر أي محرم في أي دولة كانت. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ الهاتف داخل الحمام ويشغل الموسيقى؟ أعوذ بالله. احرص على ما ينفعك، تضم الشياطين إلى شياطين. حكم توجيه وقوف الطلاب لتحية العلم ووقوفهم للمعلم عند دخول الفصل، إن قاموا من تلقاء أنفسهم لا بأس بذلك، أما إن هو أمرهم فليس له أن يأمرهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، ومع ذلك لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أما ما ورد من تحية العلم فهذا شيء دخيل علينا، ولا نعرف في شرعنا شيئا من هذا الباب. تحب الصيام وزوجها لا يوافق رغم أني أكون في العمل وقت الصيام. إذا كان الزوج شاهد فالنبي يقول: لا يحل لا تصوم المرأة وزوجها الشاهد إلا بإذنه. فإذا كنت في العمل وزوجك لا حاجة له فيك وأنت في العمل، فأرى والله أعلم أن العلة انتفت التي من أجلها تستأذن المرأة زوجها في الصيام. كيفية وضع اليد اليمنى أثناء التشهد على الفخذ؟ تلقم ركبتك، يعني موضوع على الفخذ فيها عدة روايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع. حكم قراءة القرآن عند القبر ترحما على صاحبه، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث هلاك أمتي بالقرآن واللبن لا يصح. هل انتظار الفرج عبادة؟ إذا كنت تأمل تدعو الله وتكثر من الدعاء ولا تقنط من رحمة الله فأنت على خير. أرجو توضيح ما ورد بأن الجن لم يعلم بوجود عيسى عليه السلام. ما هذا الكلام التي تقوليه يا أختي ندى؟ ما هذا الكلام الغريب؟ بعد أن صلى المغرب تذكر بأنه صلى العصر بدون وضوء ناسيا، هل يعيد العصر؟ يعني مش إذا صليت بدون وضوء عليك الإعادة، أما ما هذا التداخل في السؤال؟ ما تقول للزوجة التي تكسر كلمة زوجها من أجل أمه؟ ما تقول للزوجة التي تكسر كلمة زوجها من أجل أمه؟ لم أفهم. التيمم لصلاة الجمعة إذا لم تجد الماء. حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، حديث حسن. حكم قيام الليل في جماعة إن حدث توفقا جاز، لا بأس به، وصلاتك في البيت أفضل. حكم تحية المسجد والإمام يخطب، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقال النبي: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قراءة الحيض للقرآن لا بأس بذلك إذ لا دليل يمنع، أما حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يمنعه شيء إلا الجنابة فلا يثبت، ولكن تمسوا بحائل خروجا من الاختلافات، إنه مريض بالقلب والطبيب لا يريدني أن أصوم وأنا أريد الصيام. أعمل بنصيحة الطبيب، عمل إطاقة للميت بقراءة سورة الإخلاص 100,000 مرة، كل هذا لم يرد. وهلك المتنطعون، هل يعلم الميت من يزوره وليفرح الميت بزيارة أهله؟ ليس في ذلك خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، تنفي هذا المسؤول عنه. هل يجوز ارتداء الكعب العالي أمام النساء أو الزوج؟ لا مانع من ذلك. يعمل طبيبا في بلاد الغرب ويضطر لمصافحة المرضى النساء، فما حكم ذلك؟ يتقي الله ما استطاع، يبتعد، لا يصافح النساء، يلبس أي شيء في يده إذا اضطر إلى ذلك. قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ورد مرفوعا وموقوفا: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أنا أصلي وأصوم وزوجي دايما يشك في ويتريق علي وينكد علي ودايما بعدني عن أهلي، وكل كلامه لي يجي لك أنت وأهلك، هو لا يصلي ولا هي أختي؟ يعني إذا كان لا يصلي وهو يتهكم على الصلاة فارقيه. حديث: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها، هل هذا ينطبق على المرأة التي تريد أن تفتن الرجال فقط؟ لا، عموما. ما السور التي تقرأ بين المغرب والعشاء؟ ليس هناك نص في ذلك. ما حكم دفع قيمة من الملكة وديعة لصيانة وما شابه ذلك؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كنت مجبرا. حكم فتح المقبرة على الميت للحاجة يجوز، وقد استخرج جابر بن عبد الله والده عبد الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاثنين والثلاثة من قتل أحد في قبر واحد. قال جابر: فلم تطب نفسي أن يكون ثم رجل مع أبي فاستخرجته بعد شهر من دفنه. هل يجوز ابن الأخت يكون محرم لخالته والفرق بينهم 10 سنوات؟ يجوز. إنها حامل لم تصم دين رمضان، وموعد ولادتي يقترب من رمضان، لم أستطع الصيام لظروف صحية، صومي ولو بعد رمضان. يقول: انصحني بدعاء أتمسك به فعلي دين كثير، تعوذ بالله من المغرم والمأثم. وثمة حديث في نزاع أرى ضعفه، لكن قال يعني حسنه بعض العلماء في فضائل الأعمال، لكن إسناده فيه مقال شديد وأنا مع تضعيفه، لكنهم يستعملونه كدعاء: ما أصاب أحدا هم ولا حزن ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله عنه الهم والحزن. وحديث دعاء القرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ثم تدعو في الليل إذا تعريت من الليل، يعني استيقظت مع كلام. صليت العشاء في رمضان، دخلت بنية العشاء لكن الإمام يصلي التراويح. أكمل إذا سلم إمامك.
هل كلمة أنت بالنسبة لطالق هو طلاق أم يجب لفظه لفظة أنت طالق؟ لا بد من السؤال عن النية حينئذ. ما حكم زوجة تغضب دائما من زوجها ويظهر غضبها في معظم تعاملاتها معه بسبب تفريطه في بعض الفرائض في وقتها ويلهو بعمله كثيرا؟ تشكر على هذا إذا كانت تغار على دين زوجها. و يقول حكم اقتراض المال للسكن من بنوك ربوية علما أنني ليس لي سكن من ثمان سنوات. لا يجوز الربا إلا عند الضرورة القصوى. لو أنها تريد أن ترتدي النقاب ووالدها رافض أعمل إيه؟ ألبسه حتى لو مش موافق؟ نعم ألبسيه، لكن تعملي مع الوالد بأدب ومع ذلك تثبتي على الحق، إنما الطاعة في المعروف. صحة أثر كان لأبي الدرداء جمل مات فقال له لا تحاجني عند ربي فكنت لا أحملك فوق طاقتك لا أعلم له سندا. هل تضبيط الحواجب وإزالة الزوائد ورسمهم حرام؟ إذا كنت تنتفي شعر الحاجب فهذا نمص والنبي لعن النمصة والمتنمصة. هل يعلم؟ أجبنا على هذا. المكسب في الإسلام ليس له حدود، لكن لا يكون غبنا فاحشا ولا غشا. بخير الشيخ محمد الحمد لله. يقول أقرأ سورة ياسين كل خميس على روح أبوي، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم تفتيش جوال الزوج من زوجته ولو كان عاصيا؟ ليس لها أن تتجسس، لقد قال تعالى ولا تجسسوا. وكذلك هو لا يتجسس على هاتفها. هل يجوز قول كلمة للعظة عند دفن الميت إن احتاج إلى ذلك ولا يكن هديا دائما؟ صحة حديث ما أنزل الله داء إلا معه دواء علمه من علم، مختلف في رفعه ووقفه واحتاج إلى مزيد من المراجعة. هل الأفضل لو فتنتني الجماعة أصلي وراء أحد مسبوق من الجماعة ما أقوم بعمل جماعة جديدة مع شخص آخر؟ كل جائز. كيف وسوس الشيطان لآدم عليه السلام في ذلك الوقت كان مطرودا من الجنة؟ الله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك لأمر يريده الله. واحرص على ما ينفعك. هل يجوز العمل بالبنك الربوي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. هل يجوز لزوجتي طلب الطلاق إرادة أمها إرضاء لأمها؟ وإذا رفضت لأم يعني إذا طلبت الأم من ابنتها أن تطلق هل تطيعها؟ لا يلزم أن تطيعها إلا إذا كانت هناك أسباب أبدتها الأم تدعو إلى الطلاق. أما إذا كانت حالتها مع زوجها سوية فليس للأم أن ليس لها أن تطيع أمها في طلب الفراق. يقول كيف أطلب العلم على يديك؟ تفضل تشرف في أي وقت. عند دفن الميت ماذا نقول أثناء الدفن عند القبر؟ ماذا نقول أثناء الدفن عند القبر؟ ورد موقوفا بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول أخي كما تكلمت على الجزيرة فتكلم على القنوات الإماراتية، كل القنوات التي تنشر الضلال ندعو إلى مقاطعتها، سواء في مصر أم في الإمارات أم في السعودية أم في قطر أم في أي دولة من دول العالم. أي قناة تبث رذيلة تقاطع ونمنع من النظر إليها. ليس عندنا محاباة لأحد بإذن الله، ننتصر لديننا أينما كان ونجلب الفسق والفجور أينما كان. هل يجب عند طلب العلم التفقه على مذهب أم كتاب مثل فقه السنة للمبتدئ؟ وما الأفضل؟ لا يجب. إذا سألت عن الوجوب لا يجب، إذ ليس دليل بالوجوب، ولقد قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبارك الله فيك وفيكم بارك الله. وضعت أمي فلوس في البنك وأخذت فوائدها، فماذا أفعل مع أن أمي على قيد الحياة؟ الحمد لله تتخلص من الفوائد بإنفاقها على فقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم قرابة أو مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. ما أسباب توسعة الرزق؟ أولا سؤال الله
قال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال روح الله عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم عليك بالأخذ بالأسباب لقوله تعالى: وامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. كذلك عليك بالاستغفار الكثير المتواصل، فإن نوحا قال لقومه على نوح السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك وصل الأرحام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينسى له في أثر أو يبارك له في رزقه، وفي رواية: ويسع له في رزقه فليصل رحمه. ثم الإنفاق على الفقراء والمساكين، فإن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما حكم الزوجة التي تقول لزوجها: أهل ما الذي يجعلني أعيش مع جهلاء أمثالكم؟ هل يطلقها؟ هي بهذا الكلام آثمة، وإما معيشة بالمعروف أو مفارقة بالإحسان. أما أنت تطلقها، قوم المسائل قدر الاستطاعة وانظر ما الخطأ الذي أخطأت أنت فيه حتى حملت على هذا القول. ما هي مواطن الدعاء في الصلاة؟ دعاء الاستفتاح مخصوص بأدعيات معينة، وكذلك إذا كانت نافلة إذا مررت بآية فيها رحمة سألت وآية فيها عذاب تعوذ، وكذلك السجود، وكذلك بعد الانتهاء من التشهد. وأيضا إن احتيج إلى قنوت قنت في الصلوات بعد الركوع الأخير. حديث: لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم به علة. حكم الاشتراك في تأمين السيارات: لا تفعل إلا إذا كنت مضطرا. هل يجوز للأب توزيع تركته على أولاده وهو حي، ويجعل لنفسه نصيب مثل نصيب الولد ولزوجته مثل نصيب البنت؟ ذلك جائز إذا خشي من مشاكل، والأولى عدمه. أو إذا قسم يحفظ الورق، ما أحد قد يموت شخص قبل الآخر. هل لو نقلت فتوى من عالم أثق فيه لسئل عن مسألة معينة هل أكون بذلك متجرئ على الفتوى؟ لا، أنت ناقل. يسأل: لو الشخص يوم القيامة حسناته أكثر من ذنوبه، هل سيدخل الجنة مباشرة أم سيدخل النار أولا؟ نرجو رحمة الله أن يدخله الله الجنة، ولكن حقوق العباد تؤدى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. تفسير آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض. قيل في معناها: الله منور السماوات والأرض. وقيل: الله نور السماوات والأرض. قيل قول آخر بعيد بعض الشيء: الله هادئ للسماوات والأرض. وأحسن ما يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن ربي: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تربية طفل يتيم في عمر الشهور يجوز، وعندما يكبر أنكشف عليه؟ تربية طفل يتيم في عمر الشهور يجوز ولعندما يكبر أنكشف عليه؟ لا، إذا رضع منك أو من بعض، أصبحت أنت له محرم عن طريق الرضاع وهو دون السنتين لا بأس بذلك. أما إذا لم يرتضع وبلغ لست له بمحرم. الله قولهم: اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين إلى آخره، كدعاء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما حكم من يقرأ أواخر سورة البقرة دبر كل صلاة؟ إن سألت هل وردت عن رسول الله، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ أختار الجواز، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. حكم الاقتراض من مال الصدقة؟ أنصحك بعدم فعل ذلك،
لا تمتد يدك إلى أموال الصدقة. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف؟ أجابنا صحة حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في هذا السند نزاع، وذلك أنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، وبعد اختلف في نسبته، هل هو ابن تميم من الثقة؟ عفوا، هل هو ابن تميم المجهول أم ابن جابر الثقة؟ والمثبت في الكتب ابن جابر الثقة، لكن جنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه ابن تميم المجهول، وعليه يكون الحديث معلولا ولا يثبت. أخت منتقبة شعرها خفيف تريد التزين لزوجها بلبس شعر مستعار، هل يجوز؟ لا يجوز، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. أريد الذهاب للعمرة، هل يجوز لابن أختي البالغ 25 سنة أن يكون محرما لي عمري 35 سنة؟ يجوز، إلا إذا كان فاسقا يخشى عليك منه، فهذه مسألة مستثناة. هل يجوز الوضوء بالثلج؟ الوضوء بالثلج لا يسمى غسلا، حيث نقيم في شرق أوروبا وتتجمد المياه. هل من الممكن تسخين المياه؟ الوضوء بالثلج يعني إذا لم يكن عندكم ماء على الإطلاق وعجزت عن تسخين الثلج وصهري حتى يصبح ماء، فماذا سنصنع؟ عندنا حديث رسول الله، ويكون في الضرورات، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، يعني تجيب الثلج وتمسح به، هذا لا يسمى غسلا، لكن إذا لم يوجد ماء على الإطلاق. حكم ضرب الزوجة، ولماذا تضربها؟ كذا السؤال مطلق، حكم ضرب الزوجة، لا يجوز لك أن تضرب أحدا إلا إذا كانت ناشزا ولم تجد فيها المواعظ، ويكون الضرب ليس بمبرح. نحن في قريتنا نقول صباح الخير، لا، قل السلام عليكم، علم أهل قريتك. ما تفسيركم لبقاء أجسام الشهداء بعد سنين كما هي؟ لا أعلم نصا يدل على ذلك، إنما هي أقوال لا أثق في نقلتها، وليس عندنا نص يقول إن جسم الشهيد لا يبلى، أنه يصوم الاثنين والخميس العقد النية بأن يكفر بها عن حلفاني، أم هذا جائز؟ أنت وذاك، إذا كانت عليك كفارات أيمان، إن وإنها كفارة إذا لم تجد الإطعام. يعني كثيرون من الناس يظنون أن الصيام يجزئ في كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام، وأقول لا يجزئ إذا كان الشخص يستطيع أن يطعم، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ونفع الله بك. حكم التعامل مع المرتد، إذا من أنت؟ إذا كنت أنت ولي الأمر فالمرتد يقتل، يقتله ولي الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال ثلاثة، أو عفوا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول رسالة الوضوء في الحمام حرام ولا لا؟ الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات جائز، طلاق امرأة ولم يدخل بها ليستوجب الشهود وما حقها، الطلاق يجب فيه الإشهاد، لكن إن طلق لم يشهد وهو مقر بأنه طلق وهي كذلك فالطلاق واقع، الطلاق واقع، الطلاق واقع ولا عدة لها. التصدق للفقراء أولى أم للمرضى؟ كل بحسبه. حكم النداء في المسجد عن السلع المدعومة أو اللقطة أو الطفل اللقيط، كل ذلك لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. وفي الحديث الآخر، من رأيتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. حديث تحترقون لا يصح، تالف. هل في كفارة اليمين يجب أن تكون الأيام متواصلة؟ لا يجب، لأن الله قال فكفارته ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، وهذا لم يقل متواليات. بسم الله. هل
ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند قراءة آية فيها سجدة، سجد في الصلاة عند قراءة آية فيها سجدة. نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صلاة عند آية فيها سجدة. الحديث التي في سجود النبي صلى الله عليه وسلم: سجد النبي في النجم، لكن كان مطلقا سجد النبي عليه الصلاة والسلام في الانشقاق، لكن أحتاج أراجع هل كان ذلك في صلاة أم خارج الصلاة. أحتاج أراجع السند، يعني عندنا أربع مواطن التي ثبت لدي بها السند أن النبي سجد فيها للتلاوة، والأخرى إجماعات. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة في سورة النجم وترك، سجد النبي في الانشقاق، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العلق، الانشقاق والعلق والنجم وصاد. قال الحافظ ابن حجر في سجدة ألف لام ميم السجدة التي تقرأ يوم الجمعة: أجمعوا على السجود فيها خارج الصلاة، واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة، وأورد حديثين في سنديهما ضعف في هذا الصدد. أنت مسلم، لماذا تحضر الكنيسة الكاثوليكية؟ هل التفكر الذي يزيد من خشية الله وتعظيمه وحسن طاعة عباده، هل التفكر الذي يزيد؟ لا تحضر يا أبا الحسن، بارك الله فيك، أهلا يا هاني، بارك الله فيك. هل هناك دية وكفارة على من أسقطت جنينها بعد 90 يوم في أول الشهر الرابع؟ تستغفر له وتعمل عملا صالحا. في أي مسجد نلقي الدروس؟ الأمن يمنعنا هذه الأيام، نسأل الله أن يهديهم. ما حكم سرقة إرادة الشعب؟ كيف؟ أنا لا نعترف بشيء اسمه إرادة الشعب، إرادة الله فوق كل إرادة، بارك الله فيك. إرادة الله هي التي تحترم وتوقر، أما إرادات الشعوب فليس عندنا شيء كبير في مسألة إرادة الشعوب. عندنا افترض أن إرادة الشعب الكفر، لا يعبأ بإرادة الشعب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا توقر الشعب هذا التوقير. الدين هو الذي وقر، أمر الله فوق كل أمر، افهم هذا، لا تكن ديمقراطيا، فإن الديمقراطيين هم الذين يفعلون ذلك وأضلوا العباد إضلالا بالغا. فعند الديمقراطيين إذا كانت إرادة الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل، تزوج الرجل بالرجل، فبئست تلك الإرادة. نحن عندنا بارك الله فيك الأمر كله لله، وأمر الله فوق كل أمر، هو الذي وقر. ولا أتكلم الكلام أقصد أنني يسيء إلى أحد أو أحابي أحدا، ديننا يتمثل في توقير أمر ربنا سبحانه وتعالى وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة مقيمون في بلجيكا منذ مدة 30 سنة، ولكن اليوم أخذوا قرار منع الذبيحة بالطريقة الإسلامية، يعني تنويم الذبيحة، وبعد ذلك يتم ذبحها. ما الأمر في هذا؟ إذا تنويم الذبيحة إذا أنهر الدم، يعني إذا نوموا الذبيحة، نوموها وبعد ذبحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. ليه الأب لما يكون عنده بنات ومات، ليه نصيب أهله هو الأكبر؟ كيف نصيب أهله هو الأكبر؟ يا أبا الحسن، الله يفعل ما يشاء ويشرع ما يريد. حكم الذهاب لصلاة ألعاب رياضية خاصة بالنساء، وبالتالي لا نرتدي حجابا، والصلاة بها كاميرات مراقبة. لذا لا تذهبي إذا كان سيراك رجال وأنت عارية، لا تذهبي، أو أنت متكشفة لا تذهبي. هل التفكر الذي يزيد من خشية الله وتعظيمه وحسن طاعته عبادة؟ نعم عبادة. ألم يتفكروا في أنفسهم
يقول التحذير من عود الحب هذا من الضلالات التي حدثت مؤخرا، يروجون للفسق والفساد. شاب فاسق مع فتاة فاسقة يسيران في ضلالهما ويجعلون لذلك عيدا، هذا ليس في ديننا أبدا أبدا، ليس في ديننا شيء كهذا أبدا. عيد الزواج، عيد الحب، عيد الأمة، عيد الأسرة، كل هذه ليست في ديننا، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها الناس. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فالذي يبدل هو الله والذي يشرع الأعياد هو الله. هل يستدل على زكاة الخضروات بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده؟ هذه إحدى الاستدلالات. يقول: هل يجوز رفع النقاب أمام عم الزوج؟ لا، عم الزوج ليس بمحرم للمرأة، تركها زوجها فكيف لي أن يعود؟ لكن هو سكير أطلب له الهداية. يعني تتزوجين خمارا، ابتعدي عن الخمار والحمد لله الذي أرحاك منه. احرص على ما ينفعك يا جمال الحمادي، بارك الله فيك. هل ثبت أن النبي بعد صلاة الفجر كان يلتفت وجهه للصحابة ويقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسمعهم؟ أما يسمعهم لا أعلم النص ثابتا بذلك. ما حكم استخدام الدف في المساجد؟ المساجد لم تمنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن، وما دخل فوق هذا يدخل بدليل، وقد أمر الله بتوقير المساجد إذ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الآيات، هناك تفسير للقرآن مجلدات لك يا شيخ؟ نعم، هناك تفسير التسهيل لتأويل التنزيل، نعم، هو مجلدات كثيرة، نعم الحمد لله. هل يجوز لي أن أخصص السجدة بعد كل صلاة لحمد الله أم أنها بدعة؟ لم ترد عن رسول الله هذه الصفة. هل يجوز لي أن والله يجزيك كل خير يا أختي رقية، زوجته تريد أن تنفصل، أن ننفصل عن أهلي في الأكل والشرب بحجة الخجل، وأنا لا أريد ذلك، هل علي إثم؟ بما تنصحها؟ أنصحها وأنصحك، إذا كانت تحرج أن تأكل أمام أمك وأبيك تأكل وحدها، ما فيش مشكلة. يعني لا تلزم المرأة أن تجلس مع حماها وحمتها وتأكل معهم، ليست بملزمة بذلك، لا تشق عليها بارك الله فيك. المرأة تستحي أحيانا أن تأكل أمام حماها وتستحي أن تأكل أمام حمتها، ينظرون إليها إلى طريقة أكلها، الأكل يقع من فمك ويعيرونها. حافظ على نفسك وعلى أهل بيتك. حكم عدم تكلم مع أهل الزوج لأنهم يؤذونني، هل يعتبر قطع رحم؟ لا يعتبر قطع رحم، لكن من خلط الناس وصبر على أداهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هل يجوز للزوجة معاتبة زوجها في أمور تخدم صالحه؟ لا بأس بذلك، تكون على سبيل النصح. ما حكم قراءة القرآن في المأتم بالأجر؟ لم ترد عن النبي هذه الصفة. هل يصح حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاهم؟ يثبت ويصح لشواهده. هل لديكم كتاب في شرح أسماء الله الحسنى؟ لا، في إيراد أسماء الله الحسنى في كتاب ذلكم الله ربكم. أنا نويت أن أصلي الصلوات القديمة، فمتى أصلي؟ الفرض القديم قبل الفرض الجديد أم بعده؟ الفرض الحاضر صليه وبعد ذلك اقضي ما فاتك. حكم تدريس الرياضة في مدرسة مختلطة عمر 14 سنة، ماذا تقصد بالرياضة؟ الحساب أو الرياضة المصارعة والحركات؟ لما اطلع على تفسير فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره، ما حكم تخفيف اللحية للظروف الحالية؟ اثبت ثبتك الله. الجوال رن أثناء الصلاة في جيبي، هل لو أطفأت تبطل صلاتي؟ لا تبطل، بل يلزم أن تطفئه حتى لا تشوش على المصلين. وجدت اليوم بطة في الطريق العام،
هل لي أنا أكلها؟ تتركها وقتا حتى قد يأتي صاحبها، أما تأكل بسرعة يعني البط الناس. وهل أنت من قرية أو من مدينة؟ وهل أنت طريق عام سريع البطة ستدهس، أم قرية صغيرة المرأة تبحث عن البطة لمدة أسبوع؟ فوضح سؤالك. لما كنت في سن المراهقة، لما كان في سن المراهقة سرق سلسلة من ذهب وأنا نادم، إذا كنت تعرف أصحابها ألزمت بردها إليهم، لكن من الممكن أن تحتال بطريقة طيبة تستر بها على نفسك وترد السلسلة إلى أصحابها. أرسل بها شخصا أمينا يقول هذه لكم من شخص وجدها منذ زمن واستحى يوصلها بأسلوب طيب ما فيه ستر على النفس. جعلت كل دعائي لأمي بعد وفاتها، هل بذلك أظلم نفسي؟ ادعو لأمك وادعو لأبيك وادعو لنفسك وادعو للمسلمين والمسلمات، يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حكم صلاة الوتر بتشهد واحد لا بأس بذلك. وجيه خلاص يا وجيه، ادعو للناس كلها، لأمك ولأختك ولخالتك ولنفسك ولأبيك وللمسلمين والمسلمات. اسمع كلام نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هل تجوز قراءة كتب النصارى للاستدلال عليهم؟ أنصحك ألا تفعل، لأن هذا المسلك لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة الحديث كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير؟ هذا واضح، وهبه يأخذ الحنابلة المعاصرون يكبرون بصوت عال بعد انقضاء الصلاة. وأرى والله أعلم، وإن لم تسعفني الطرق لذلك، أن ذلك كان بمنن، والله أعلم. يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره، أعرف أن إسناده صحيح. متزوجة بشخص يبعدها كليا عن الدين وعندي معه ولدان، ما الحل؟ افترقي. إذا كان يبعدك عن الدين افترقي عنه. ما الذي يبقيك معه؟ هل هناك عدد لحركات في الصلاة تبطلها؟ قال بذلك بعض العلماء، لكن وبعد البحث لم أجد أدلة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أن مكانك، وتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر حسنه بعض العلماء، اقتلوا الأسودين في الصلاة، وهذا يستلزم أكثر من حركتين. ما حكم من تعمل مدربة رياضة وتضع سماعات بالقرآن الكريم وتضع سداتات الأذن من أجل عدم سماع الموسيقى حيث صاحب العمل يرفض؟ طيب لا بأس بذلك، لكن أنصح أن تنتقل إلى عمل آخر بعيد عن هذه الفتن. صحة حديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ثابت. هل من يقوم بعمل أي عمل صالح من عمرة وحج وصدقة وغيرها لوالده الميت يأخذ نفس الأجر؟ الأمر موكول إلى الله. لو صديق ظلمه أبوه ظلما شديدا ومات أبوه بعد فترة، وكلما تذكر صديقي ظلم أبيه قال اللهم اقتص لي منه، الله يسامحك يا وليد ابن فتحي وسامح صديقك، يعني الرجل مات، ماذا ستستفيد إذا عذب؟ خلاص ادعو له بالمغفرة، أبوك. الله يعافي، الحمد لله على العافية. عندهم في المغرب بعد صلاة المغرب القراءة القرآن الجماعي في المسجد، قراءة القرآن، القراءة القرآن الجماعي في المسجد. ما الصورة؟ أريد الزواج برجل أكبر مني سنا، كيف أواجه الناس بذلك؟ ما المشكلة؟ ما المشكلة أن تتزوج برجل أكبر منك سنا؟ هذا المعتاد، بس هل السن كبير جدا؟ لا، أحل الله ذلك إذا كان دينا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلي عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، صحيح. من الأقارب الذين لا تجوز لهم صدقاتي من المال؟ الذين يلزمك الإنفاق عليهم.
هل في حديث أو آية تقول إن قراءة القرآن في المئة بدعة لأنصح إخواني المقرئين به؟ أقول إن خير الهدي هدي محمد، وقد كانت الأموات على عهد رسول الله ولم يصنع مثل هذا. هذا الذي أقوله لك، ما عندي مزيد. حكم التأمين على الأطفال المواليد، لا تؤمن عليهم إلا إذا أجبرت. حكم الحضرة بدعة، وأنت تعرف ماذا يعنون بالحضرة، اسم الحضرة وأصلها حضرة فلان وحضرة فلان. الحضرة أن أهل البدع يقولون هناك أربعة أقطاب يحددون مصير العالم كل أسبوع، ويجتمعون السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والجيلاني المهم أربعة يحددوهم، وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة نفيسة والسيدة زينب كما يقولون، وأحيانا يحضرهم النبي فيسمون حضرة النبي. فالحضر كل هذه خرافات وضلالات. رتب شغل من فندق ليس فيه بيع كحول مثل الويسكي والخمور، الفلوس رتب الشغل، راتب الشغل من فندق ليس فيه بيع كحول مثل الويسكي والخمور، يعني ليس فيه خمور، إذن الراتب حلال. لماذا يتردد الرجال الزواج مني؟ زواج إيه؟ هل نستعيد من ضمة القبر؟ استعيد بالله من عذاب القبر، ومن ضمة القبر عندما نحسن الخبر، لأن الخبر فيه نزاع. رن جوال أحد المصلين موسيقى ولم يطفئه لأنه يظن أنه لا يجوز له ذلك، هل يجوز لإمام أثناء الصلاة أن يقول له اغلقه؟ لا، يقول سبحان الله، من نابه شيء في صلاته فليسبح. نظرت نظري من مكسبي وأصبح لي دين كبير، هل يجوز إيقاف الوفاء بالنذر حين قضاء الدين؟ أنت تكسب كثير، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. هل وضع المال في البسطة هي بالسين ولا بالصاد؟ المهم الباء واو سين طاء حرام، إذا كنت ستأخذ منه عوائد ربوية فحرام. ما حكم التجارة مع المرتدين؟ جائزة، والأولى البعد، لكن جائزة. ضوابط الفتح على الإمام، إذا غير تغييرا يخل المعنى، أو انتقل من صورة إلى صورة يخل بالمعاني أيضا. حكم تشغيل الأناشيد بالدف للأطفال والأب والأم يسمعون، لا بأس، الدف فيه فسحة عن شيء. هل مقصود بأهل القرآن حفظته العاملون به؟ ما الحكم إذا جاء شعر كلب على ثوبي ولم أنتبه بذلك وصليت والصلاة صحيحة؟ إذا صليتما في رحالكم وأتيتما المسجد فصليا تكتب لكم نافلة، أحتاج أراجعهم من ناحية الإعلالات. حكم شراء شقة عن طريق التمويل العقاري للضرورة، الضرورة لها أحكامها الخاصة ولا تحتاج إلى سؤالك، لكن الأصل أن فيها بنود ربوية. هل الصديقون والمرابطون يجارون من عذاب القبر؟ نسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مناقب الشهيد، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويؤمن من عذاب القبر الحديث. ما حكم العمل على بنك التنمية الريفية؟ هل يجوز؟ هو فيه ربا أيضا. الله عليم خبير، فكيف لي أن أفهم في ضوء ذلك قبول الله دعاء الإنسان على نفسه أو على ولده إذا كان لا يعني ذلك؟ امتثل كلام رسول الله. هل أرفض الخاطب المدخن؟ بيلسان تسأل، ارفض الخاطب المدخن، وإلا إذا كنت أنت مدخنة بيلسان دخني معه، لكن أنا لا أنصحك بذلك. كيف تقبلين شخص مدخن؟ قل شفاك الله يا من تكحين حسن يكح، أسأل الله أن يصرف عنك. هل يجب على المرأة المتزوجة العاملة أن تعطي لوالديها مالا؟ وجوب لا يجب، لكن ممكن تعطي بقدر الإنفاق عليها، تساعدهم بشيء.
تساعدهم بشيء تسكن معهم. تساعد إذا كانت مطلقة ورجعت إلى بيت أبيها وتشتغل تعطيهم. أما إذا كانت قبل الزواج فهم ملزمون بالإنفاق عليها. أما إذا كانوا فقراء تنفق عليهم. الشهيد يسأل في قبره، الشهيد يجار من عذاب القبر. الأخت بيلسان تقول شفاك الله يا حسن وشفاك بارك الله فيك. المرء يحشر مع من أحب، حديث المرء مع من أحب، المرء مع من أحب ثابت هكذا. هل عذاب القبر للمؤمن والفاجر؟ المؤمن لا يعذب في قبره. هل يجوز للنساء النظر إلى رجال من المشايخ والدعاة على التلفاز؟ إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وإذا لم تكن هناك فتنة فحينئذ قد نظرت عائشة إلى الأحباش يلعبون في المسجد. الدعاء لي أجرني في مصيبتي ويخلف لي خيرا منها. الله يجرك في مصيبتك يا أخت حنان ويخلف لك غير منها. هل الزوجة المتزوجة عرفي ترث؟ ينظر ما هي صفتها، ما صفة هذا الزوج العرفي؟ هل كان بولي وشهود ومهر أم كان بدون ولي ولا شهود؟ حكم أخذ الشعر الزائد من، يعني إذا كان بولي وشهود وصداق ولكن لم يسجل في المحاكم فشرعا ترث، لكن إذا كان بدون ولي ولا شهود فنعتقد أن الزواج باطل. حكم أخذ الشعر الزائد من المحية كي أجملها وأزينها. لا بأس بأخذ الشاذ المتطاير، الشاذ المتطاير، وأخذ ما زاد على القبضة. مع حكم ارتداء البنطلون للنساء في البيت، تلبس مع زوجها ما شاءت، أما في الشوارع لا تلبس مناطيل تفتن أهل الإسلام. ما حكم صلاة الوتر كأنها قيام ليل؟ كأنها قيام ليل. كيف صلاة الوتر كأنها قيام ليل؟ فسر السؤال. هل الطلاق المكتوب في المحكمة بأنه طلقة أولى يحتسب ثالثة؟ وخاصة إن كان طلقها شفهيا مرتين قبلها. السؤال مجمل، هل الطلاق في المحكمة طلاق ثالث، يعني بعد أن رجعها بعد التطليقة الثانية طلقها في المحكمة تكون لا تحل له؟ أزور المقابر كل جمعة لزيارة قبر أمي وأبي، فهل هذا جائز؟ لا مانع مع عدم تخصيص يوم بعينه. حكم مسح البيت بالماء والملح، لا أعرف في الملح أي فائدة، أعني فيما يتعلق بطرد الجن ونحو ذلك. الحلف بالطلاق كفارة إطعام أم يقع الطلاق؟ الحلف بالطلاق كفارة إطعام. هل الزواج بدون موافقات الأم؟ إذا كان الولي زوجها الزواج صحيح. البنت التي ترفض، يبدو النزوء أهمية. ما حكم كسر قلب أم وحرق دمها خاصة أنها مريضة من ابنتها؟ السؤال يوضح الجواب، أن هذا إثم وحرام. حكم الشرع في تمويل البنك لمشروع بفائدة، حرام. يعمل بلد غير إسلامي ويرتدي زي موحد داخل بيت مسلم، هذه طبيعة عمل يأتي عليه الظهر، هل يجوز الصلاة في البنطال؟ تجوز الصلاة في البنطال. تشمير الأكمام لأنها طويلة، اتركها طويلة صلي بها الصلاة، لأن النبي قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. عمتي أرضعتني وأرضعت أخت زوجتي، أرضعتك وأرضعت أخت زوجتك، هل هي تعتبر أختي من الرضاعة؟ نعم أختك من الأم من الرضاعة. هل لها أن تتكشف علي؟ لها أن تتكشف عليك، هي أختك من الرضاعة، إلا إذا كنت زائغا عياذا بالله ولعابا ويخشى منك، فحينئذ نقول لها ابتعدي عنه، لكن نحسبك طيبا. يقول بس يتقطع، ما أدري. له زوجة، زوجة أب سيئة الخلق وأخوه منها كذلك، والقرب منهم لا يأتي بخير، هل أقاطعهم؟ أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل وأقطع أعطي
ويمنعون، أعفوا ويسيئون، أحلموا ويجهلون. قال النبي لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يا أخي أجبناك عدة مرات، ستحترقون تحترقون، حديث تالي في الإسناد، حكم الزوجة التي تسحر لزوجها مرتكبة كبيرة، حكم الحكة في الصلاة، حك جسمك حك خفيف. لا هل يجوز دخول الحمام بالمحمول؟ هل يجوز دخول؟ يجوز. رجل ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، حديث صحيح. وجزاك الله خير يا عبد الرحمن. ما الحكم في مصاريف الجنازة ومعاش والدي؟ هل هو ورث؟ مصاريف الجنازة على الجنازة، والمصاريف الكبيرة، المصاريف الخارجة الكبيرة التي تصرف في مصر توزع على الورثة. معاش والدي هل هو ورث؟ المعاش حسب التقسيم التي قسمتها الحكومات التي تعاقدت مع الوالد عقد المعاشات. الجلوس أعلى من الطعام، أجلس أعلى الطعام يا إبراهيم مصلحي أو أسفل الطعام كله جائز. رزقني الله بولد وبنت 8 و6 سنوات ولم أعمل عقيقة، هل هناك وزر؟ ليس هناك وزر، ليس هناك وزر، لكن تساب. أريد أن أتزوج فتاة لكن أمها ترفض، ما الحكم في هذه الحال؟ هل طيب أبوها، ما شأن أبيها؟ أبوها الولي الشرعي، وما شأن البنت؟ إذا أبوها وافقك الزواج صحيح، إذا أبوها رفضك ابتعد. سأل سائل عن الجمع والقصر لمدة 14 يوما، فأجزت وآخر قلت له الجمهور على 3 أيام فقط، فكيف الجمع؟ في يا أم إسحاق في بعض التفصيل، إذا كان الشخص مسافرا مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا، ولو استمر على هذا سنة متردد فيقصر طيلة هذه السنة. إذا نوى شهرا، نوى أن يمكث شهرا، فأنا أحكي أقوال العلماء فقط، فأقوال العلماء أقول له قول الجمهور أنك تصلي أنك تقصر 3 أيام وتتم بعد ذلك، نقلت قول الجمهور فقط، أما رأيي فما أبديته في هذه المسألة. هل يجوز جمع الصلوات في بلد غربي غير مسموح بالصلاة أثناء العمل؟ لا تكن عادة مستديمة، صحة حديث 3 لا ترد، الدهن والطيب والوسادة، حديث معلول. والثابت من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه طيب الريح خفيف المحمل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث ضعيف. أريد الذهاب للعمرة وزوجي لا يقبل، لا تذهبي، أما الحج حج الفريضة فلك أن تذهبي ولو لم يأذن. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشارح نفسه يحتاج يسأل بس عن جزئيات لأن الشرح طويل. حكم الموعظة عند القبر باستمرار، لم يرد الاستمرار عن الرسول لأنما للحاجة. البنت التي هل باروقة المصنوعة من مواد صناعية تعد من الوصل؟ ابتعدي عنها، أسلم لدينك أيضا وأحوط لدينك، ابتعدي عنها. أبيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. ما الألوان هذه؟ هل قراءة سورة الصمد والموعظتين بعد صلاة الفجر تعد من أذكار الصباح والمساء؟ هي من الذكر بعد صلاة الفجر تقرأ 3. تناول سجارة وهو على وضوء، هل أعيد الوضوء؟ لا تعده. هل تصلي النافلة في السفر؟ النافلة غير الراتبة تصلى في السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته. وأما النفل المطلق الراتب فيصلى منه الوتر وسنة الفجر وما وراء ذلك سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء، فالخلاف فيها قائم والجمهور على أنها تصلى استحبابا.
ويرى ابن عمر عدم صلاتها والأمر واسع، بأي رأينا أخذت لا جناح عليك. عندما أتي إلى النوم أشغل سورة البقرة وأستمع لجزء منها وبعدها نام، تبقى السورة شغالة، لا بأس بذلك يا عبد الرحمن. هل تعوض الرسول من الجنون والجذام وسيء الأسقام؟ ورد ذلك عند النسائي. كفارة سب الدين التوبة والاستغفار والعمل الصالح الكبير، إن الحسنات تذهبن السيئات. أبناء أهدوا أمهم ذهبا وقالت قبل ما تموت اللي جاب حاجة يأخذها. إذا وصت بذلك بعد الوفاة، أن ينفذ بعد الوفاة، لا وصية لوارث وهو مال وارث إلا بالتراضي. أما إذا قالت خذوها قبل أن تموت فخلاص كل واحد يأخذ الذي أتى به. المتاع والأسات يدخلون في الميراث لمن مات عنها زوجها. لا، المتاع مثبت في قائمة عفش، إذا مثبت في قائمة عفش فهو للزوجة، إذا لم يكن مثبتا فهو تركة. حكم خلع النقاب في بيت العيلة أمام أهل زوجي لا منع للفتنة؟ كيف تخلعي أنت؟ تفتني الناس الآن لما تخلعي أمام حماك أخو زوجك الحم والموت. كتبنا في المعرض الحمد لله موجودة، موجودة في دار ابن رجب في صلاة 4، لكن نرسل بعض الكتب الهدايا اللي إذا شق عليكم. هل أخذ أجر على تحفيظ القرآن هذا السؤال؟ هل مصر حكمها إسلامي كاملا أم منقوص؟ منقوص بلا شك، لا شك ولا ريب في هذا، لا أدنى ريب في هذا. حكم اتباع الجنازة الكافر جائز إذا لم يكن يتقدمك صليب، وقد ورد بما حسنه بعض العلماء وراء في علة يسيرة أن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال أذهب فوريه. علاج الصرع بالتنويم المغناطيسي، ما أعرف صورة التنويم المغناطيسي. لمن أولوية الطاعة، للزوج أم الوالدين؟ للزوج، لكن تكون الطاعة في المعروف. هل أخذ أجر على تحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة حلال أم ينقص من الثواب؟ حلال، والأعظم أجرا ألا تأخذ. هل تصح إمامة المسبوق بمسبوق مثل في نفس الصلاة؟ لم ترد هذه الصورة، يعني اثنان دخل متأخرين وراء الإمام وسلم الإمام هذا وذاك قام ليقضي ما عليهما، هل يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ لم يرد. أدخر مالا تباعا مبلغا على مبلغ ولم يحكم المال بمدة أو عدد، فكيف تخرج زكاة المبلغ؟ انظر قدر المبلغ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. نحن بصدد هذا يا أبا حسام. وصول ماء إلى القدم عند المسح على الخفين لا شيء، المسح صحيح، إنها بألمانيا وما في هذا السؤال. رسالة للذين يحكمون بغير ما أنزل الله، حق واجب لهم أن نقدم لهم النصح لعلهم يهتدون، وأيضا تبرئة للذمة أمام الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه داود وهو خير من كل حكام هذا الزمان، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لقد قال تعالى للرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله قال وهو أصدق القائلين في شأن التوراة والعمل بها، قال تعالى في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعد لما ذكر الإنجيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، عفوا فأولئك هم الظالمون، جاء عفوا ذكره: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل ذلك في سورة المائدة. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هل هناك نهي عن الأكل متكئ؟ أما النهي فلا، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. حكم تركيب الأظافر الصناعية: البعد عنها أولى، لا أستطيع القطع بالتحريم إلا عند الوضوء فإنها تحول بين الماء وبين الوصول للأظافر. أثناء صلاة الجماعة كان بجانبي ولد ابن 10 سنوات تقريبا لا يتابع الإمام، يسجد ويركع وحده وشغلنا، فأبعدته من الصف برفق. هل علي إثم؟ ليس عليك إثم. شرح حديث الشؤم في 3: الفرس والمرأة والدار، أو إن كان الشؤم في شيء ففي 3: في الفرس والمرأة والدار. المعنى والله تعالى أعلم، كما ذكر عدد من العلماء، أن المرأة أحيانا تكون خرقاء طائشة صاحبة مشاكل، فأنت جربت عليها كل يوم تدخل عندها مشكلة، مشكلة اليوم مع أمها، مشكلة اليوم مع أخيها، مشكلة اليوم مع كسرت الزجاج، مشكلة مع صديقتها، كل يوم تأتيك بمشكلة، فأصبح عندك عنها تصور ما المشكلة التي ستحدث اليوم، ما المشكلة التي خرقاء وطائشة ما تدري ما المشكلة التي ستحدث اليوم، ما المشكلة المتوقعة. فهذا باب فيما يتعلق بالزوجة أو بالمرأة. عندك أيضا دب فرس، اليوم ترفص الولد تكسر رجله، غدا يركبها ترميه من على ظهرها، بعد غد يركبها تعضه، أصبح عندك تصور عن هذه الدابة أنها مؤذية، فأصبحت تتوقع بناء على التجارب ومعرفتك بالفرس الطائشة أنها ستأتي بمشكلة. أو الدار، دار غير مشمسة، بها أمراض، جيران وجيران سوء، مشاكل كل يوم مع الجيران، إذا لم يأتي الجار جاء مرض لأن الدار ليست مشمسة، فأصبحت تتوقع مشاكل بسبب هذه الدار. هذا والله أعلم، والله أعلم. شرب الخمور يبطل الصلاة لمدة 40 سنة؟ لا يبطلها لمدة 40 سنة، ولكن لمدة 40 يوم، عفوا، ليس هكذا. إنما لم تقبل له صلاة ليس المعنى الإبطال، كان المعنى لا يثاب على هذه الصلوات، وإن كان لزاما أن تصلى كان تسقط عنه الفريضة. هل صح أن في القبر تأتي الملائكة للشخص من قبل رأسه فتأتي الصلاة تدافع عنه؟ هذا حديث تالف، هذا حديث تالف، حديث طويل جدا. تأتيه الصلاة تدافع عنه ويأتيه الصيام يدافع عنه، هذا حديث تالف. صاحب عمل عليه ديون للآخرين ومعرض للإفلاس، هل يجوز أخذ قرض من البنك لتسديد ديونه إذا كان سيسجن؟ طيب، ما حكم الرعاية الطبية للنقابات مثل نقابة المهندسين وغيرها؟
إذا كنت ستدفع تأمينا طبيا أنصحك بعدم ذلك، لما في ذلك من إيداعات للأموال في البنوك الربوية والغرر. قراءة سورة الملك تمنع عذاب القبر حديث ضعيف. الله يبارك فيكم. أوقات التواصل هاتفيا أرسل رسالة وأنا مستطيع أرد عليك إن شاء الله. رزقها الله بثلاثة توائم، بنتان وولد، بنتين وولد، فذبحت بقرة عنهم هل تجزئهم؟ أختار الرأي القائل بالجواز، وهو رأي عدد من العلماء. قد عق أنس عن بنيه بجزور، وقياسا أيضا على دم التمتع في الحج ودم القران، وقياسا على الأضحية. انقطع الفيديو ما سمعت الجواب، ما حكم قراءة القرآن حال الاتكاء على الظهر ممسك بالمصحف؟ لا بأس بذلك. هل المولود الميت يعق عنه؟ لا يعق عنه. هل التبرع بالدم في أجل؟ إن شاء الله، أنا أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. الأسئلة المكررة بنتخطاها يا إخوة. هل يجوز أن أحمل ولا الضالين على باقي الكفار لما أقرأ الفاتحة؟ الضالون النصارى والمغضوب عليهم اليهود وغيرهم أيضا، هناك ضلال كثيرون، لكن أخص من وصف بهم هم هؤلاء. أحمد عادل حكما يفع، أعطاني شخص مبلغ من المال 20,000 جنيه والاتفاق على نسبة الربح، هل زكاة هذا المال علي أم على صاحب المال؟ على صاحب المال. هل يجوز نسب الطفل اليتيم لزوجه؟ لا يجوز، ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين ومواليكم. ما سؤالك يا أم أحمد الصوفي التركي؟ أين سؤالك؟ هل يجوز الأم تقول للصغير لو فعلت كذا ربنا هيزعل منك؟ عبري عن الله باللفظ الذي يليق به سبحانه. أحمد الشهابي، هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ أخ يريد الاشتراك مع أخيه في شراء بقرة بدل من خروف لكل مولود، يجوز عند فريق من أهل العلم، وسبق عن ما قريب أن أنس عق عن بنيه بجزور. هل يجوز إقراض شخص يريد شراء تلفاز وأشياء تافهة لأني أعلم أنه سيذهب للربا لأخلصه من الربا؟ إذا كنت تريد تخليصه من الربا فجزاك الله خيرا، إلا إذا كان سيستعين بالمبلغ على معصية الله. ما عقيقة المولود الذكر؟ شاتان. أعمل حجامة وأبذلها ولا أطلب مالا، ولكن بعضهم يصر على ترك مال، هل هذا المال خبيث؟ لا، معنى خبيث كالبصل يعني، ولا فالنبي أعطى الحاجم أجره، أجر الحجام خبيث كالبصل. أعتب عليك لأنك تجاوزت التثبيت، ما أفهم شيئا. قلت النظر إلى المرأة، نظر المرأة إلى التلفاز فتنة، فما الفتنة كي نتجنبها؟ إذا كنت أنت الحمد لله لم تشعري بفتنة فأنت على خير، لكن الناس يختلفون. ما قلت فتنة، قلت إذا كان فيه فتنة يتقى، إذا لم يكن فيه فتنة فالسيدة عائشة نظرت الأحبش هم يلعبون. هل يجوز الأكل مع وجود الجنابة؟ يجوز، وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، لكن هذه زيادة شاذة، والصواب أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هل دعاء الإنسان على من ظلم ظلم شديد ولو كان أقرب الناس إليه فيه إثم؟ الله يقول في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، جائز له أن يقول فلان ظلمني، جائز له أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة. صحة حديث من أنظر معسرا له أجر صدقة بنفس المال الذي أقرضه، حسنه بعض العلماء واحتاج أراجعه. حكم الاكتفاء بطفلين يكره لك يا حماد الدين، تكثروا فإني مباهم بكم، الرسول يقول
قد قال سليمان لا تفن الليل على 90 امرأة لكل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. هل تجوز الصلاة في الحمام؟ بغرفة بجانب الحمام، غرفة بجانب الحمام ما فيش مشكلة. وما يعنيك يا سمير حكم الرضاعة على جنابة؟ لا بأس. ما سؤالك يا أم أحمد الصوفي؟ ثبت لأم أحمد الصوفي يا حسن لأنها عاتبتك كثيرا. لا. أيمن عبود، الأسئلة التي أطرحها لم يتم عليها. سؤال أيمن عبود أيضا يا حسن إذا كان له سؤال، هل الإجهاض المتكرر وعدم القدرة على الإنجاب له أجر وثواب؟ إن شاء الله. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بذلك من خطايا. يريد أبي أن يوزع علينا قطعة أرض في حياته، هل هذا جائز؟ جائز الله يكرمه. الأسئلة. علاج الوسواس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ عن نفسك المعوذتين. ما حكم من يستعمل التميمة التي تستعمل لتحصين الشخص؟ كلها ضلال. هل تجوز الصلاة في المنزل إذا كان المسجد بعيد 1.5 كيلو عن البيت؟ إذا لم تكن معك وسيلة للمواصلة وشق عليك الذهاب لبعد المسافة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ضعيف. الحجامة مفيدة مع الإجهاض المتكرر بإذن الله. لا أعرف المتكلم عنده خبرة أو ليس عنده خبرة. الصلاة بفندق بجوار الحرم لا بأس بذلك، والصلاة في مكة كلها عند الجمهور تعدل 100,000 صلاة، أما في المدينة في المسجد النبوي فحسب. حكم اشتقاق الأسماء من الأفعال، أختار عدم ذلك. وكرر الأسئلة. ما طريقة التقسيط الصحيحة؟ إذا كنت تملك السلعة بيع كيف تشاء، لكن اتق الربا طبعا. هل الشبة والحرمل تذهب العين؟ الشبة والفسوخ والحرمل ما نعرف فيها أي دليل. محمود العدو يريد دعاء لوالدي. الله يرحم والدك ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين، رحمة الله على أخينا محمد رحمة واسعة وأموات المسلمين يا رب. الأسئلة مكررة يا حسن، حول لإخوانك الذين يشتكون من عدم الأسئلة. حكم عفوا حكم الاهتمام بإمام الحرم وأنا في الفندق؟ إذا كنت في مسجد الفندق لا بأس، أما في غرفتك لا. قل كان جدي مستأجر بيت ثم ملكته الحكومة دون رضا المالك، واليوم أمامي يعتبروه حقا ويريدون بيعه وتقسيم ماله ورثه، وأنا وإخواني لا نراه حقا، فما قولكم؟ كلامك صحيح، هذه من القوانين الباطلة، بس كيف ملكته الحكومة؟ مش فاهم. نعرف أن الأشياء كانت مستأجرة على عهد جمال بن عبد الناصر، وكان المالك من حقه أن يفسخ العقد والمستأجر كذلك، فجاءت الثورة المصرية الأولى وألزمت المالك أن لا يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر، فتحكم المستأجر في المالك ويقول لن أخرج إلا أن تعطيني 100,000 أو 200,000، وأصبح يراه حقا، فيقول إن قضاء القاضي وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ففي مشكلتك إذا جاءك نصيب من المال ليس من حقك خذي، واذهبي إلى صاحب الشقة قولي هذا نصيبنا منك ونرجو المسامحة فيما يخصنا. حكم دفع الزكاة لمدخن غيره أولى منه؟ هل الصلاة في ساحات الحرم وأجرها أقل من داخل المسجد؟
كلما اقتربت من الإمام كلما زاد الفضل. كيف يمكن الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم في راكب نلست؟ هذا ما لا يتعارض أصلا، هذا في باب المعتقد وهذا في باب الأخذ بالأسباب. فنحن نعتقد اعتقادا صحيحا ونعمل بالأسباب الصحيحة، كما قالت على إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فنعتقد أن الرزق مقدر، ومع ذلك نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. نعتقد أن النصر مقدر، ومع ذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكذلك نعتقد أن لا عدوى ونفر من المجذوم فررنا من الأسد. أمثل لك بمثال، قال لك شخص ابتعد عن هذا الطريق، في واحد معه مسدس يريد قتلك، وأنت معتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. ففي باب الاعتقاد أنا معتقد لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، ولكن أخذ الطريق الآخر الآمن. نفس الشيء، لا عدوى مؤثرة بذاتها، ولكن أخذ بالأسباب وأفر من المجذوم فراري من الأسد. أنا ابن الذبيحين حديث ضعيف. توجد لدينا منظمات تقدم المساعدات في كافة المجالات مثل التعليم، هل هذا حرام؟ ليس بحرام. متى يكون على قطعة الأرض المشتراة زكاة؟ إذا كنت تاجر أراضي وشريتها للتجارة. وفيكم بارك الله بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأشكر الله، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأهيب بنفسي وبإخواني أن نجتهد لنصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وكذلك قد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حفظكم الله، احذروا الإعلام الفاسد المدمر، واحذروا القنوات الفضائية من أي مكان أتت إلا قنوات تبث قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا دينكم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله جميعا أينما تكونون وحيثما تكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.